مغربية أتأثر لهذا الموقف الصهيوني الذي من قديم الزمن، من يوم قبل ما نخلق احنا وهو داير هاد المناكر وهاد الجرائم وهاد الأطفال وهاد النساء وهاد الشيوخ وهاد الشعب الفلسطيني في معاناة لا تتصور، لا نتقبلها ونتأثر عليها. نطلب الله سبحانه أن ينصرهم، أن ينصرهم، ونؤيد هذه المسيرة. كلنا نندد بهذا المنكر وبهذه الجرائم. السلام عليكم ورحمة الله. Je suis Mohamed Hafiz Ndiaye du Sénégal. Je suis venu à Diarra au Maroc. Mais je trouvais cet événement exceptionnel. Un événement que vraiment tous les Africains devraient s'associer pour lutter, pour soutenir les Palestiniens, pour lutter contre Israël qui tue sans aucune raison les enfants israéliens. Et ça, nous le déplorons tous, nous le déplorons en tant qu'Africains. Merci, je vous remercie tout le monde. الاسم محمد الشاعر من مدينة طنجة. جينا نشاركوا مع الإخوان ديالنا في هذه التظاهرة هذه، يعني أقل ما نقدروا نعملوا هو هذا الشيء هذا، يعني ندعيو معاهم ولكن نحاولوا نبينوا الوطن ديالنا بأن احنا ضد التطبيع بعد هذه أولا، وبأن الشعب المغربي إذا كانت مثلا الأنظمة كتطبع فالشعب هذا هو العربون، بأن الشعب ما مطبعش وهذا هو الدليل. هذا العدد هذا ما شاء الله عليه، فهمتي كيفاش؟ وهذه رسالة يعني اللي باغي يطبع واللي باقي كيفكر يقول لهم هذوك القضيه ماتت، القضيه راه باقي حيه، وهذا النموذج سنين وهذه القضيه ما عاد تموتي ما دام هذه الشعوب باقي حيه. شكرا. الله يبارك الله. اولا تحيه جهاديه لاخواننا في فلسطين، حماس، المقاومه الاسلاميه ان شاء الله، والناس ديال الاحرار كاملين. صراحه الشيء اللي وقع زعما يعني في غزه، يعني الغرب يقول بان الديمقراطيه وكيشوف وكيعطي الاسرائيلي يعني الضوء الاخضر بكل انواعه الماديه والعسكريه. بحقيقه هادشي هذا زعما يعني خاص له واحد الحد بزاف. خاص الحمد لله يعني الشعوب، الحمد لله شعوب حره، شعوب مسلمه، شعوب تحب الحق. ففلسطين ارضنا دائما.